صبحكم بالخير. أولا تحية إلى شعبنا بسوريا، تحية إلى شعبنا بلبنان، تحية إلى شعبنا بإيران، تحية إلى شعبنا في العراق. نعم نعم، يجب أن ننتصر على هذه الأنظمة الإرهابية المجرمة الشيطانية بحق الإنسان. أولا بدي جاوب هذا السافل الوسخ اللي ما في أخلاق، رياض سلامة. ولرياض، أنت كنت بروكر بالميريلانش ببيريز، تجيب زبون يحط 10-15 ألف دولار عندك، تعطيت حالك سعيد أنك تشتغل وقلت تربحه تيطلع لك عمولي تفيك تعيش. إجا رفيق الحريرة وعطوك 500 ألف دولار معيش، انك انت حاكم البنك المركزي او 500 ألف ليرو بالشهر، وانك انت على دولار 1500، وانك انت كل المصاريف بتحط الاكسبنسز كلها سوا، حتى شرية الكيلوتات تبعك بتحطها على الاكسبنسز على المصاريف على البنك المركزي. تاخد تكتيك من الميدل ايست ببليش، بتطير بتنزل بأوتيلات، إيه حقكم، اجرمتوا على لبنان. بس بالمناسبة انت فرنساوي عم بتقول للبوليتيكو تبع جريدة اللوموند، عم تدفع الضريبة كل هالمدة اللي انت حاكم فيها بلبنان لدولة فرنسا، عم مدخولك، ودفعت ضريبة على عندك الموجودات بلبنان ومعيشك. انت اللجنة الخارجية بمجلس النواب، مش عيب عليكم انكن انتو كل واحد، هيدي سروي للبنان، كل واحد شو بيملك بلبنان بباسبورو فرنساوي، كندا، امريكاني، بدول السبع الصناعية في مصريات وفي اكل، وتقولوله انت بهالتاريخ شاري، انت وعم تشتغل بفرنسا اعلنت لفرنسا هالشي؟ انتو اعلنتوا للفرنسوية انه في فلان شاري كذا 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 وهذا عم بيعملوا بلبنان، بين عم تبرموا علينا باري 1 وباري 2 باري 3 تشحدوا مصاري للبنان. انتو اعلنتوا، انتو نواب السفالي والحسالي والتعيينات، يا عين كان النظام الارهابي تبع بعض تبع بيت الأسد أكتريتكم، والبعض منكم بنظام الإرهابي تبع منظمة الإرهاب حزب الله. أنت ميشيل عام، ولادك معن الباسبور الفرنساوي أعلنوا شو مدخول بلبنان؟ عم بسألك، بين قويتك الفرنساوية عملوا ديل مع حافظ الأسد تسحبوك من لبنان، استفيد الماكسيموم خاص بالأسد فيها، هيدا مال الشعب الفرنساوي، خطة الموقف. بدو واحد يجاوبكم، من جاوبكم بهدوء وبروي. المهم شعب لبنان يسمع. هلو أنا حطيت على الفيسبوك حديث، هلو حطيته على الفيسبوك حديث الدكتور فارس صعيد. أنا الفيسبوك تبعي واليوتيوب بابليك، كل واحد فيه يشوفه، لذلك بتقدروا تفوتوا فيسبوك بدون ما تكونوا فريند معي، فيكن تشوفوا كل شيء، تسمعوا الدكتور لحط لكم شقفي من حديثه وتسمعوا. أهلا وسهلا فيكم، تفضل دكتور فارس صعيد، أهلا وسهلا فيك، سمعوا. ساق الحريري إلى الاستقالة مع عدم ورود فرص الإقالة، يعني نعم عدم هناك وجود نعم مخرج دستوري لذلك. If you're watching this video right now on your home Wi-Fi network, you need to check out this little trick I just found out. يعني أنا أريد أن أقول بأن خسر الرئيس سعد الحريري لأنه لم يقدر بأن التسوية مع حزب الله ومع الرئيس عون هي فخ كبير. خسر حزب الله لأنه في زمن حزب الله وفي زمن حكم حزب الله هناك طوابير للسيارات اللبنانيين أمام محطات البنزين
ليس هناك مستشفى في لبنان، ليس هناك مصرف في لبنان، وبالتالي الناس يوما ما سيحملون المسؤولية أيضا لحزب الله. خسر ميشيل عون أيضا عندما ادعى بأنه رئيس قوي وبأنه قادر على فرض شروطه على جميع اللبنانيين. خسر لبنان لأن مفهوم العيش المشترك وموقع لبنان في هذه المنطقة وموقع لبنان في العالم يخسر نفسه بنفسه. هذه الخسارة هي خسارة موزعة على الجميع. إنما أنا أريد أن أشدد وأن أقول ولا أتجنى على أحد، لبنان تحت الاحتلال الإيراني، والاحتلال الإيراني يجعل من جميع اللبنانيين ومن ضمنهم القوى السياسية قوى أسيرة لهذا الاحتلال وغير قادرة على ابتداع أي حل من الحلول في الداخل اللبناني. طيب، هناك اليوم في لبنان صراع مستمر وهنالك انهيار متواصل، اختراقات تحدث، والنظام يصر على إعادة إنتاج أزماته الداخلية. كل هذا ألا يدفع القوى السياسية إلى حاجة ملحة اليوم لإعادة النظر حتى في هذا النظام السياسي القائم في لبنان؟ ليست هناك أزمة نظام في لبنان، ليس هناك أزمة نظام في لبنان، هناك أزمة إدارة نظام. الدستور في لبنان الذي هو وظيفته تنظيم العلاقات اللبنانية اللبنانية هو دستور معلق. السلاح ألغى مفاعيل الدستور اللبناني وأصبحت شروط بناء الدولة ليست وفقاً للدستور إنما وفقاً لموازين القوى ولمصلحة حزب الله ولمصلحة إيران في لبنان. والقوى السياسية بغالبيتها، وأقولها وضميري مرتاح، تزلمت لهذه القوة بحجة بأن موازين القوى لا تسمح مواجهة حزب الله في لبنان لا سياسياً ولا غير سياسياً. النتيجة هي بأن اللبنانيين اليوم يستمعون إلى التحاليل، يستمعون إلى التنظيرات، إنما في منازلهم ليس هناك مشتقات نفطية، ليس هناك فيول، ليس هناك مازوت، يذهبون إلى المصارف ولا يستطيعون أن يستخرجوا من المصارف ودائعهم. هناك مشكلة بنزين، هناك مشكلة صحة في لبنان اليوم. المختبرات حتى مستشفى أوتيل ديو في لبنان هو من أعرق الصروح الاستشفائية في المنطقة العربية. مستشفى أوتيل ديو اليوم في لبنان أعلن بأن هناك عجز لتأمين الفحوصات الدم للبنانيين. هذا لم يشهده لبنان منذ 100 عام. وبالتالي ماذا يفيد بأن نقول بأن الاشتباك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هذا ذر الرماد في العيون. صحيح. الحقيقة بأن أعتذر، ولكن فقط انتهى وقت هذه المداخلة. بالتأكيد لنا لقاءات قادمة معك من قرطبة. دكتور فارس سعيد السياسي وأمين. إذا بتريدوا سمعتوا الدكتور فارس سعيد شو حكي، كله بيتوقف على الإرادة الدولية. إذا الإرادة الدولية أخذت قرار بتجهيز الجيش السوري الحر الوطني بمهاجمة حزب الله بالقصير وبده يدخل على لبنان، الجيش اللبناني بده يكون واقف. اللي بيهرب على لبنان ممنوع تحمل سلاح بلبنان. هيدي مهمة الجيش. انت لبناني ايه؟ شيء نحن في دولة، هيت سلاحك وفوت، ما في مشكلة. ساعتي منشوف كيفية. انا وعدكن بكون الجنرال جيب، انتو ما بتصدوا شغلي بتخصكم، ما عندي مشكلة. يا مجرير سرقتوا لبنان، ملفاتكم بدها تنفتح كله، وانتو ما بتصدوا هالشي. وإلا لبنان هذا هو اللي عايشين فيه، عضو فيه ما في مشكلة. إذا حياتكن هيك حلوة ما في مشكلة، ما حدا زعجكم، أهلا وسهلا فيكم. هلا بدي أعمل فيديو بالإنجليزي كمان لازم تسمعوه، كيف واحد من فنزويلا بيزور ورقه بأمريكا وبيسرق الفيدرال والستيت تاكس. كيف؟ قال كابون كم شو حطوه بالحبس بهالسبب. خلونا نشوف بهدوء وبرواق. تكرم عينكن وأهلا وسهلا فيكم.